بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركات الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من جديد في انطلاقاتنا المستمرة شوطنا الخامس للإبكار المحليات الأصايل. أعلنت الانطلاقة وأعلنت البداية. أبدأ مع المركز الأول لأتابع انطلاقة ثمينة. ضحي بن جمعة بن سعيد العميمي. ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي يقدم لنا شعاره مع أول المراكز. المركز الثاني الحضور من دمعة لمحمد بن أحمد بن صالح العامري. بينما أتابع المركز الثالث الحضور من الوسمية سعيد بن سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي. بينما أتابع المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات أتابع انطلاقة عبير لهادف بن حمد بن حفصان المنصوري. يقدم عبير على المركز الرابع. المركز الخامس الحاضرة جلمود سعيد بن حمد بن سيف بن عيف العامري يقدم لنا انطلاقة شعاره وحضور أيضا جلمود جلمود. بينما أتابع القادمة في هذه اللحظات الحاضر شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا شعاره ويقدم لنا انطلاقة وحضور في هذه اللحظات. رفح وانطلاقاتها وحضورها في هذه اللحظات. أيضا أتابع من وصلت من احضرت غاره يا غاره. ثاني بن علي بن أحمد بالرزي الشامسي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. أتابع سيره رامس بن محمد بن ضبيب العامري وصل مع انطلاقة سيره وحضور سيره. أتابع أيضا القادمة الضبي القادمة بشعار حمد بن عامر المنصوري بن تريس القادم في هذه اللحظات. أتابع القادمة أتابع الحاضرة في هذه اللحظات. تحضر الطيارة بشعار محمد بن حمد بالسالومي الدرعي من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. يا سلام. أيضا أتابع القادمة درعية لمحمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي هو القادم هو الحاضر في هذه اللحظات. أيضا أتابع الشاهينية عبد الله بن مبارك بن عامر الأحبابي يقدم لنا شعاره. الأسماء المتقدمة الشعارات المتقدمة والنداء الأول مع هذه الشعارات لنا عودة إلى مقدمة الشوط. لنا عودة إلى المركز الأول إلى التحدي الأول في هذه اللحظات. دمعة محمد بن أحمد بن صالح العامري مع البداية العامري مع الصدارة يقدم لنا دمعة في هذه اللحظات. المركز الثاني القادمة هنا أتابع رفح القادمة الحاضرة في هذه اللحظات. رفح القادمة رفح الحاضرة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث القدوم من الوسمية 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 سعيد بن سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي قادم الشامسي حاضر في هذه اللحظات. وأتابع القدوم من ثمينة ثمينة لضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي قادم العميمي حاضر في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أتابع القادمة أيضا
والحاضرة مزايا، مزايا القادمة بشعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات؟ مكتوم بشيبة، بشيبة من يقدم لنا شعاره، ولكن وين الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير والانطلاق والاندفاع مع شعار، مع شعار. هنا ناصر بن عبد الله بن احمد المسند يقدم لنا شعاره مع البدايه ومع الصداره في هذه اللحظات. تحركت في هذه الاثناء ووصلت مشاهدينا الكرام الوسميه سعيد بن سلطان بن حمد بن الاصلي الشامسي، ولكن البدايه، البدايه والصداره بشعار المسند. من يتابع ويقدم رفح مع البداية، رفح مع الصدارة والعصب الأبطان، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند طار نحو الانتصار مع شعاره بدون أي توامر، والعصب الأبطان العصا راكدة والعصا آمنة بدون أي توامر، بالعرض الكبير بالعرض التلقائي من عاصمة الميادين إلى ميدان التحدي إلى ميدان الشحانية. السلام مع شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند إلى أهالي الخور. السلام والانتصار. المركز الثاني كان حضور وتواجد شعار حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري، والمركز الثالث كانت الوسمي سعيد بن سلطان بن حمد بن الأصل الشامسي، والمركز الرابع كان حضور والتواجد الكايد مبارك بن محمد بن عنودة العامري، والمركز الخامس كان حضور دمعة محمد بن أحمد بن صالح العامري. رفح لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من قدم لنا رفح 7 دقائق 27 ثانية 3 أجزاء من الثانية يتسجل التوقيت الأفضل مع شعار المسند. سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان حضور شعار حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري، 7 دقائق 31 ثانية 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كانت أيضا الوسمية لسعيد بن سلطان بن حمد بن الأصلي الشامسي، 7 دقائق 32 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.